الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي ويوجه بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين. الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الصين ويؤكد موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة. بوتين يشير لتحركات إيجابية بالعملية العسكرية في أوكرانيا ويأمل في تحقيق المزيد من المكاسب بعد سوليدار. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية. وخلال اجتماع لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي بمختلف محاورها، وجه الرئيس السيسي بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص تلبية لاحتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية إلى جانب المهن الحرفية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كل من مديريات التربية والتعليم المختلفة وكذلك مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث وجه الرئيس بقيام وزارة التربية والتعليم بالمراجعة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الحكم المحلي بالمحافظات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الصيني تشين جانغ، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض آفاق وتعزيز الأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، كما حرص وزير الخارجية الصيني على الاستماع إلى تقديرات الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث شدد على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي تعتبره أداة لتدمير الدول. من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني عن حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، مشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقة للعالم العربي والقارة الإفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس السيسي، مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصيني تشين جانغ عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بالقاهرة. أكد شكري على وجود الإرادة السياسية وتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى التوافق في الرؤى والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. تم خلال اللقاء التأكيد على وجود الإرادة السياسية القوية لدى البلدين وبتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب والاستفادة الكاملة من مجالات التعاون لتحقيق مصلحة الشعبين
الصديقين. العلاقة المصرية الصينية هي علاقة ضاربة في عمق التاريخ. البلدين لهم حضارة عريقة أسهمت في الحضارة الإنسانية، وتقام هذه العلاقات على مبادئ راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما. من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ على سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى عمل الشركات الصينية على دفع جهود التنمية في مصر. وإقليميا، شدد وزير الخارجية الصيني على أن تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعدم الالتزام بحل الدولتين هو السبب الرئيسي لاستمرار القضية الفلسطينية دون حل، مثمنا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية. إن السبب الجذري لتفاقم الأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية يرجع إلى تعثر مفاوضات السلام وعدم تنفيذ حل الدولتين، ويجب على المجتمع الدولي زيادة الشعور بإلحاح ووضع هذه القضية في مقدمة جدول الأعمال ودفع المفاوضات السلام بين الجانبين والتعامل مع قضية الوضع النهائي للقدس وإيجاد حل عادل وعادل وعاجز للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. ويجب على الدول الكبرى ذات وزن تحمل مسؤولية مطلوبة. نحن نشيد إشادة عالية بدور المصري المهم في دعم قضية فلسطينية عادلة، ونحرص على تعزيز تواصل وتنسيق مع جانب المصري لبذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور ضياء حلمي، الأمين العام لجمعية غرفة التجارة المصرية الصينية. دكتور ضياء، بعد التحية، طبعا العلاقات المصرية الصينية علاقات ممتدة منذ سنوات، وهناك العديد من الروابط التي تربط بين مصر والصين. زيارة وزير الخارجية لمصر الآن، وما تعنيه في ظل كل المتغيرات التي تحيط بالعالم؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة زيارة السيد وزير الخارجية الصيني هي امتداد للعلاقات الطيبة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والتي لم تشهد أبدا في تاريخها قوة ومتانة كما تشهد الآن في ظل توجهات الزعيمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس شي جين بينغ. وهذه الزيارة لها دلالة كبيرة بعد المؤتمر العربي الصيني الموسع الأول الذي عقد في الرياض، وهو أمر يوحي ويعد بأن هناك تطور كبير في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا بين مصر والصين على كافة المسارات، خاصة وأن هناك تحديات عالمية كبيرة. من المهم أن يكون هناك تضافر للجهود، لغة مشتركة تتحدثها الدولتان الصديقتان، ومصر دولة رائدة عربيا وإفريقيا وشرق أوسطيا، والصين تعلم حجم مصر الكبير في المنطقة والعالم. لذلك أنا أتوقع شراكة اقتصادية كبيرة، وأتوقع وجهات نظر متطابقة في القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. دكتور، يعني ما تشير لي حضرتك لا يعني فقط أن هناك تقارب في وجهات نظر تجاه قضايا عديدة، لكن الحقيقة أن السنوات الأخيرة الماضية يعني شهدت تعاونا ثنائيا بين مصر والصين في مجالات عدة، وخاصة على الصعيد التجاري. تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في الفترة الأخيرة. الحقيقة الميزان التجاري المصري الصيني تطور تطورا مذهلا، وهو اقترب ولامس 20 مليار دولار خلال العام الماضي 2022، والذي ستظهر احصاءاته قريبا. ولكن احنا بدأنا من 10 سنوات وكان الميزان التجاري لا يزيد على 9 مليار دولار، كما ان الصادرات المصرية سيدتي تحتل مكانة كبيرة الان، وزادت بنسبة تزيد على 36% من عامين إلى الآن على مقياس سنوي. الصادرات المصرية إلى الصين في تنامي، والتعامل والتبادل التجاري في تنامي،
والمشروعات الكبيرة المصرية، المشروعات القومية. هناك شركات صينية كثيرة تتعاون مع مصر برؤية مشتركة نحو التنمية ونحو رؤية مصر 2030. وأشدد على أن أيضا هناك اتجاه نسمنه في مصر ويعلمونه جيدا الأصدقاء في الصين، وهو توطين الصناعة في مصر والصناعة الوطنية المصرية بخبرات وتكنولوجيا صينية، وهو تعاون سيكون له أثر إيجابي بدون شك. نعم، الصين فيما هو واضح في سياستها الخارجية الدولية الآن هناك بعض التغيرات. حينما يزور وزير الخارجية الصيني مصر بالتأكيد وينقل تحيات رئيس الصين إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد على دور مصر الإقليمي ودورها كمركز في هذه منطقة، منطقة الشرق الأوسط، هذا يعني أن هناك الكثير من الاتفاق في وجهات النظر حيال القضايا الدولية المختلفة. دي حقيقة يا فندم، وقد لمسناها في أول مرة تدعى مصر إلى اجتماعات مجموعة قمة العشرين، قمة مجموعة العشرين، وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرا وله كلمة متميزة، ورأينا هذا مباشرة هناك في مدينة هانجو، واستقبل الرئيس استقبالا لافتا. أيضا هناك شراكة استراتيجية شاملة في الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج للقاهرة، 7 زيارات من الرئيس السيسي إلى الصين، زخم كبير من العلاقات القوية المشتركة القائمة على المصالح المشتركة والقائمة على عدم التدخل في شؤون الآخر واحترام ثقافات الآخر ولقاء الحضارات المصرية والصينية وليس صراع حضارات. الحقيقة الأمور مرشحة لتطوير كبير اقتصاديا وتجاريا، ومصر تعمل من خلال رؤية استراتيجية ومن خلال فكر وضع مبدئيا في رؤية مصر 2030، والصين تحترم مكانة مصر وقوتها وهي البوابة الحقيقية لإفريقيا. تأكيد. ووزير الخارجية الصيني استهل أول زيارة له خارجية على مدار 33 عاما في هذا المنصب. كل وزير خارجية الصين يبدأ بإفريقيا ويبدأ بمصر، وبذلك نعلم جيدا انعكاس مكانة مصر لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وهذا التعاون القوي الكبير لا يمكن أبدا أن يكون موجها ضد أي طرف، ولكنه تعاون مثمر اقتصادي مشروع لتحقيق أهدافنا وأهداف الصين في المصالح المشتركة للدولتان الصديقتين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ضياء حلمي الأمين العام لجمعية غرفة التجارة الصينية المصرية، كنت معنا عبر الهاتف. علاقات متميزة تجمع مصر والصين عبر عقود طويلة جسدت تقاربا في وجهات النظر حيال معظم القضايا محل الاهتمام المشترك. وخلال السنوات الأخيرة تضافرت جهود التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر. على مدى عقود طويلة تشهد العلاقات المصرية الصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات، علاقات أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، حيث تنتهج الدولتان سياسات متوافقة، وتنتهج القاهرة وبكين السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم، بالإضافة للدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة، فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر. الزيارات واللقاءات الرئاسية المتبادلة كانت عنوان التقارب في وجهات النظر بين القادة، حيث شهدت اللقاءات المختلفة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ التطرق لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
هناك. اللقاءات الثنائية أثبتت توافق الرؤى حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك إزاء تلك القضايا في مختلف المجالات الثنائية والمحافل متعددة الأطراف، ولا سيما في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف، مع بذل كل ما يلزم من جهود للتوصل إلى تسوية لأزمات منطقة الشرق الأوسط. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وحليفا استراتيجيا مهما، حيث تقوم العلاقات الثنائية على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين. ولدى الشركات الصينية والمصرية العديد من الفرص للدخول في شراكات من أجل التصنيع، الذي سيتيح للشركات الصينية إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول، والتي تتيح الوصول إلى نحو 3 مليارات مستهلك. وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 9.8% خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 12.7 مليار دولار في 2022، بينما سجلت 11.9 مليار دولار في 2021. هذا وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط أقامت تبادلاً دبلوماسياً مع الصين في العصر الحديث منذ عام 1928. وفي أول سبتمبر عام 1935 افتتحت الصين أول قنصلية لها في منطقة الشرق الأوسط في القاهرة. وتعد مصر أيضاً أول دولة عربية وإفريقية اعترفت بالصين الجديدة جمهورية الصين الشعبية في 30 من مايو عام 1956. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 536 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 286 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 34 طن. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، تم ضبط حوالي 237 طنا. وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط حوالي 15 طنا. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 427 قضية، من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي، مضيفا أنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار. وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن الوضع في الاقتصاد مستقر، لافتا إلى أن البطالة عند مستوى تاريخي منخفض وأن التضخم أقل مما كان متوقعا. قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريتش سوناك أن بريطانيا سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية إلى جانب دعم مدفعي إضافي إلى أوكرانيا، في تجاهل للانتقادات الموجهة من السفارة الروسية في لندن. وفي بيان لها، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن مجموعة من 14 دبابة تشالنجر ستذهب إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يتبعها حوالي 30 من المدافع ذاتية الدفع طراز AS-90. كما ستبدأ المملكة المتحدة أيضا في تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدافع في الأيام المقبلة. أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو بيتروفيسك بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة لإقليم ثلاث مرات بالقذائف والمدفعية الثقيلة. وأوضحت الإدارة العسكرية أن القصف الروسي للمنطقة أدى إلى إصابة 3 بلدات، حيث تم إطلاق أكثر من 20 قذيفة عليها،
مشيرة إلى أن خط كهرباء متصلا بمحطة ضخ تابعة لشركة إمدادات المياه المحلية في مارهانيتس تعرضت لأضرار نتيجة القصف، ما تسبب في حرمان أكثر من 60,000 أسرة من المياه. قال مسؤولون أوكرانيون أن عدد قتلى هجوم صاروخي روسي على مدينة دنابرو ارتفع إلى 18 قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين. وأعلنت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا أن روسيا شنت 3 ضربات جوية و57 ضربات صاروخية ونفذت 69 هجوما بالأسلحة الثقيلة أمس. وحذر مسؤولون من أن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف وأماكن أخرى، مما سيؤدي إلى تقييد إمدادات الطاقة خلال الأيام المقبلة. أعلنت ممثلية لوهانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا أن القصف الأوكراني من راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس تسبب بمقتل 2 من المدنيين خلال 24 ساعة ماضية. من جانبها قالت ممثلة دونتسك أن الجيش الأوكراني أطلق 5 قذائف على منطقتين في مدينة دونتسك. كشفت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى أن روسيا ألغت في اللحظة الأخيرة أمس عملية تبادل لأسرى الحرب. ومن جانبها قالت المفوضية الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا أن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا. هذا وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات التبادل للأسرى، كان آخرها في 8 من يناير الجاري. ارتفع متوسط التضخم في السعودية لعام 2022 ب 2.5% مقارنة مع متوسط عام 2021، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات ب 3.7 والنقل ب 4.1. هذا وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.2% وأسعار الخضروات بنسبة 4.8%. وكان لارتفاع هذا تأثير كبير في ارتفاع أسواق أو التضخم السنوي. وكذلك ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.8% متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2%. قال أكثر من نصف الأسر في اليابان إن ظروفهم المعيشية ساءت، وذلك وفق استطلاع للرأي أجراه بنك اليابان المركزي، ما يعطي إشارة واضحة إلى أن معدل التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 4 عقود يزعزع ثقة الأفراد. تسارع معدل التضخم في اليابان مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزايدة للأسر، وهو ما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط قوية للحد من سياساته التوسعية. وأفادت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أن معدل التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس سنوي، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة هو المحرك الأكبر وراء تسارع التضخم. أظهرت بيانات رسمية قفزة في التضخم السنوي بالأرجنتين ليسجل حوالي 95% بنهاية ديسمبر عام 2022، وهو أعلى وتيرة تضخم منذ عام 1991. ارتفاع الأسعار جاء بقيادة مجموعة من المطاعم والفنادق والمشروبات والتبغ، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا بحوالي 7%. ورفع البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة العام الماضي إلى 75% في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد. We'll be right back.
ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي المتخصصة في الشؤون البريطانية. بعد التحية، يعني أزمة عالمية، تضخم، ارتفاع الأسعار، السلع الأساسية، غذاء، مشروبات، نقل، أزمة كبيرة يعاني منها العالم أجمع، وهناك أيضا أنباء عن ارتفاع بأسعار الفائدة في البنك المركزي البريطاني. ما هذه الخطوات التي يتخذها البنوك المركزية حول العالم لمكافحة أو مجابهة هذا التضخم حول العالم؟ مساء الخير. يعني دعينا بداية نقول أنه غالبية اقتصادات العالم، سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية، على حد سواء الجميع يعاني من ارتفاع في معدلات التضخم. الاقتصاد العالمي لم يشهد هذا الارتفاع بهذه النسب الكبيرة إلا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في العام الماضي، تحديدا في شهر فبراير. يعني وصلت معدلات التضخم في العديد من الدول لنسب تصل من 10 إلى 11% كما هو الحال في بريطانيا. بالتأكيد هذه المؤشرات السلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام كانت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وأيضا ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية والدولية. بدأ بالفعل يشعر بها المواطن في جميع أنحاء العالم في دول عديدة. بدأ على سبيل المثال في بريطانيا، في عدد من الدول الغربية، وصلت حتى إلى اليابان الحديث عن ارتفاع مبالغ فيه في أسعار المواد الغذائية وارتفاع فواتير الطاقة. هناك حديث الآن على أنه بعض العائلات في كثير من الدول الأوروبية، منها على سبيل المثال بريطانيا، لا تستطيع أن توفي بالتزاماتها اليومية وقود حياتها بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأيضا عدم قدرتها على تلبية الفواتير ودفع فواتير الطاقة. بالتأكيد ارتفاع معدلات التضخم عالميا بيدفع العديد من اقتصادات العالم إلى أن تدفع الثمن إزاء هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم. يعني كما ذكرتي الحكومات والاقتصادات العالمية تتخذ الكثير من الإجراءات لمجابهة هذه الأزمة والتضخم ومعاونة الشعوب في الحياة بشكل كريم يمكن أن نقول، ولكن إلى أي مدى يمكن أن هذه الخطوات أن تستمر، خاصة أن الأزمة لن تكتب نهايتها قريبا؟ نعم، يعني ارتفاع موجة التضخم في كافة الاقتصادات المختلفة، نجد أنه بعض الدول في أوروبا في أمريكا تدخلت ببعض الإجراءات كحماية اجتماعية لتخفيف تداعيات السلبية لهذه الأزمة، مثل وضع سقف لارتفاع أسعار الطاقة أو فرض الضرائب على شركات الطاقة الكبرى لتخفيف العبء على باقي شرائح المجتمع. السؤال الذي طرحتيه مهم بالفعل، إلى مدى ممكن أن تستمر مثل هذه الحماية الاجتماعية وهذه الإجراءات؟ يعني على سبيل المثال ونحن نتحدث هنا من بريطانيا، نجد أنه الحكومة البريطانية وضعت خطة تلتزم بها حتى شهر أبريل القادم، وهو بداية السنة المالية الجديدة. بريطانيا وضعت سقف لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة أو فواتير الطاقة لكل الأسر البريطانية والشركات العاملة على أراضيها إلى حد 2000 جنيه استرليني و500 جنيه. بالتأكيد هناك إعادة نظر، لأنه التضخم يفرض على الحكومات حول العالم أن تتخذ إجراءات قد تبدو قاسية بالنسبة لوجهة نظر الشعوب. الحكومات تحاول الآن أن تضع حد لهذا العجز، وأيضا مواجهة الدين العام المتضخم، وأيضا للحد من الإنفاق الحكومي حتى تستطيع مجابهة معدلات التضخم التي وصلت على سبيل المثال في بريطانيا إلى أعلى مستويات لها لم تشهدها منذ حوالي 41 عام. بالتأكيد استيعاب موجة التضخم له آثار على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولكن بالتأكيد هذه الموجة سوف
تتأثر كثيرا في حال استمرت الأوضاع الحالية، خاصة أنه الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على سلال الغذاء. نحن نعلم أنه هاتين الدولتين لهما دور كبير في إنتاج المواد الغذائية والحبوب. بالفعل يجب أن يكون هناك تحرك أكثر سياسي لوقف الحرب، لأنه لن تستمر هذه المعاونة من جانب الاقتصادات العالمية إلى الشعوب مرة بشكل أطول. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من لندن الصحفية عزة الزفتاوي المتخصصة في الشؤون البريطانية. افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس محطة استيراد وتحويل الغاز الطبيعي المسال في ميناء لوبمين على بحر البلطيق، بهدف تعويض وقف شحنات الغاز الروسي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ستوفر المحطات الجديدة في ألمانيا ثلث احتياجات البلاد من الغاز، وينتظر أن تخفض تكاليف النقل الباهظة. لم تكن تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على أوروبا سياسية وعسكرية فحسب، بل كانت التداعيات الاقتصادية أقوى وأمر، خاصة في قطاع الطاقة. ولأن أوروبا كانت تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 40% تقريبا، كان لابد من البحث عن طرق بديلة لتأمين إمدادات الطاقة بهدف تعويض توقف شحنات الغاز الروسي عن بعض الدول في إطار العقوبات الغربية والعقوبات الروسية المضادة. في ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس المحطة الثانية لاستيراد وتحويل الغاز الطبيعي المسال في ميناء لومبين على بحر البلطيق، وذلك بعد افتتاح أول محطة في ديسمبر الماضي على بحر الشمال. المحطة ستستخدم لاستقبال وتحويل الغاز الذي يتم تسليمه عن طريق السفن في صورة سائلة، ومن المفترض أن تكون قادرة على تغطية حوالي 5% من الطلب في البلاد. وعلى عكس بلدان أوروبية أخرى، لم يكن لدى ألمانيا محطات للغاز المسال على أراضيها، حيث فضلت سابقاً استيراده بثمن أرخص عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي كانت تعتمد عليها في 55% من وارداتها من الغاز. لكن الوضع تغير جراء الأزمة في أوكرانيا وانتهاء عمليات التسليم من شركة غاز بروم، لتقفز منذ ذلك الحين واردات الغاز المسال إلى ألمانيا عبر الموانئ البلجيكية والهولندية والفرنسية. ومن المتوقع أن توفر المحطات الجديدة في ألمانيا ثلث احتياجات البلاد من الغاز، ما يبعد في الوقت الحالي شبح النقص الهائل في الغاز الذي كانت برلين تخشاه قبل بضعة أشهر. أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التشيكية خوض جولة ثانية بين الجنرال المتقاعد بيتر بافيل والملياردير ورئيس الوزراء السابق أندريا بابيش في غضون أسبوعين. وجاء المرشحان على رأس منافسات في الجولة الأولى، لكنهما لم يحققا الأغلبية المطلقة، ذلك خلال منافسات ضمت ثمانية مرشحين. جنرال وملياردير يصلان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك بعدما فشل المرشحون الثمانية في الحصول على أغلبية مطلقة. الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك في طريقها إلى جولة إعادة، حيث بات واضحا أن الجنرال المتقاعد في حلف شمال الأطلنطي أنيتو بيتر بافيل ورئيس الوزراء السابق الشعبوية أندري بابيش سيخوضان جولة الإعادة. وبحسب النتائج الأولية، فقد حصل بابيش رجل الأعمال والملياردير على 35.5% من الأصوات، بينما حصل بافيل على 34.8%، وجاءت في المرتبة الثالثة بفارق كبير يقترب من 14% المرأة الوحيدة في السباق أستاذة الاقتصاد دانوش نيرودوفا. وللفوز في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت على مدار يومين، كان على أحد المرشحين الحصول على أكثر من 50% من الأصوات. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومي 27 و28 من يناير الجاري في الانتخابات الرئاسية التي تقدم لها 8 مرشحين، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميلوش زيمان مطلع مارس المقبل، ويعد منصب الرئيس شرفيا إلى حد كبير في جمهورية التشيك، حيث تكون السلطات التنفيذية الرئيسية في عهدة الحكومة، وتشمل سلطات الرئيس التشيكي تعيين قضاة دستوريين، كما أن له الحق لمرة واحدة
مجددة في إعادة إرسال القوانين مرة أخرى إلى البرلمان، وتبلغ مدة الرئاسة في تشيك 5 سنوات، ويحق للرئيس الترشح لفترتين رئاسيتين فقط. أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولاراتي التي تخللتها أعمال عنف أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا منذ 5 أسابيع. على وقع التظاهرات المستمرة في البلاد منذ مطلع ديسمبر الماضي ضد الرئيسة دينا بولوارتي، أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق بعد سقوط عدد كبير من القتلى في أعمال عنف. هذا الإجراء الذي سيسري لـ30 يوما يجيز للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع. عدد الحواجز على الطرقات تخطى 100 حاجز، مما أعاق حركة السير عبر البلاد وبصورة رئيسية في الجنوب مركز الاحتجاجات، غير أن السلطات قامت بإعادة فتح مطار كوسكو الدولي والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد بعدما أغلق مرتين بسبب أعمال عنف. الاحتجاجات ضد بولوارتي اندلعت بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في 7 ديسمبر الماضي وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة. وتولت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو الرئاسة خلفا له بموجب الدستور، وهي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه، لكن المتظاهرين يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية، فيما ترفض الرئيسة في الوقت الحاضر التنحي. أعلنت الصين تسجيل 60,000 حالة وفاة على صلة بفيروس كورونا منذ أن رفعت القيود الصحية قبل شهر، وكانت بكين قد فرضت على مدى 3 سنوات قيودا تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، وقامت في مطلع ديسمبر برفع غالبية التدابير الصحية التي كانت تفرضها لاحتواء الجائحة. يبدو أن الوضع في الصين فيما يخص الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا سيعيد للأذهان أحداث نهاية عام 2019 عندما اجتاح الفيروس المميت البلاد ومنها انتشر إلى العالم. الصين قالت إن نحو 60,000 شخص مصابين بكورونا توفوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام المعلنة سابقا. منظمة الصحة العالمية ورغم ارتفاع أعداد الوفيات بالصين إلا أنها رحبت بإعلان بكين وجددت مناشدتها للحصول على مزيد من البيانات التفصيلية. وقالت المنظمة إنها بصدد تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر إلى 12 يناير الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين. كانت الصين قد أعلنت في السابق تسجيل ما يزيد قليلا عن 5,000 وفاة فقط منذ بدء الجائحة، وهو واحد من أدنى معدلات الوفيات في العالم. وفي أوائل ديسمبر الماضي ألغت بكين فجأة سياستها الصارمة لمكافحة الفيروس والتي استمرت 3 أعوام، لتتزايد الحالات منذ ذلك الحين في أنحاء البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1,400,000,000 نسمة. هذا وتتخوف السلطات من طفرة وبائية جديدة، لسيما خلال احتفالات رأس السنة القمرية، حيث يستعد ملايين الصينيين لقضاء المناسبة مع عائلاتهم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيا لتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية وتأمين احتياجاتنا من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. هذا وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة وتصنيف التربة على مستوى مناطق الجمهورية وما يتعلق باحتياجاتها المائية والتركيب المحصولي الملائم.
كما أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي على عينة من المواطنين لمعرفة مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيا وأفضل الخدمات الحكومية الإلكترونية التي استخدموها خلال عام 2022. وأشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن خدمة استخراج شهادات الميلاد جاءت في مقدمة أفضل الخدمات الحكومية إلكترونيا خلال عام 2022 بنسبة 12.1%، يليها كل من خدمة طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بنسبة 9% وخدمة الشهر العقاري المميكنة بنسبة 7.4%. أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف غازين جديد في بئر نرجس واحد الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية شرق البحر المتوسط، وأوضحت الشركة أن هذا يؤكد صحة تركيز عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية، والتي ستطورها الشركة بفضل منحها مؤخرا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش. أعرب وزير البترول طارق الملا عن ثقته في قدرة قطاع البترول والغاز على مواصلة رحلة التحول الرقمي من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على المبادئ الرئيسية للقطاع، وهي السلامة والابتكار والشفافية والكفاءة. وخلال كلمته في مائدة مستديرة تحت عنوان مستقبل التقدم الرقمي في صناعة البترول والغاز، أوضح الملا أن التحول الرقمي كبرنامج هو جزء هام في إدارة وتشغيل برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز. شاركت مصر ممثلة في وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في اليوم الثاني لمنتدى الطاقة العالمي ضمن قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، والمنعقد في الفترة من 14 حتى 19 من يناير الجاري بالإمارات. خلال كلمتها ركزت الوزيرة على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في مصر نوفمبر الماضي، والذي أثبت فاعلية العمل متعدد الأطراف وخرج بقرارات في مختلف مسارات التفاوض. كما شرحت الوزيرة ما قامت به مصر للخروج بمؤتمر مناخ شمولي يجمع مختلف الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، هذا إضافة إلى الشباب والمرأة. أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 الدكتور محمود محي الدين أن نتائج المؤتمر بشرم الشيخ تمهد الطريق لنجاح نسخته 28 بدولة الإمارات فيما يتعلق بدفع العمل المناخي وتحقيق أهدافه. وخلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد بأبوظبي، أشار محي الدين إلى أن مصر والأمارات ستعملان معا لتعزيز العمل المناخي الدولي بالبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمري الأطراف في جلاسكو وشرم الشيخ. وأشار محي الدين إلى أن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار يعد أهم مخرجات مؤتمر شرم الشيخ ويمثل نجاحا لدبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر. شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان في قرية أبو صير مركز سمنود. كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محوومية لـ90 مواطن وقيام كلية الزراعة بزراعة 50 شجرة مثمرة بالقرية، وذلك ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، إضافة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ.
وإلى البورصة المصرية، حيث أنهى تسوق تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع على ارتفاع المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب. تجاوز رأس المال السوقي مستوى 1,250,000,000,000 جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي جي أكس 30 بنسبة 34%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي أكس 70 بنسبة 1.18%. يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مع نظيره المغربي في 7 من مساء اليوم في ثاني مواجهاته ضمن منافسات المجموعة 7 لبطولة كأس العالم والمقامة في السويد وبولندا، وتستمر حتى 29 يناير الجاري. ويطمح منتخب الفراعنة لمواصلة انطلاقتهم القوية وتحقيق الفوز في لقاء المغرب بعد اقتناص أول نقطتين في المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز عليه بنتيجة 31-22، ليتصدر بذلك منتخب مصر المجموعة 7 بفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حققت الفوز على المغرب بنتيجة 28-27. انتهت نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي ويوجه بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين. الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الصين ويؤكد موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة. بوتين يشير لتحركات إيجابية بالعملية العسكرية في أوكرانيا ويأمل في تحقيق مزيد من المكاسب بعد سوليدار. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.